مساء الخير كل مشاهدي دي ام سي سبورتس في كل مكان. حلقه جديده من برنامجكم تايم اوت، ان شاء الله هنكون معاكم لمده ساعه، هنروح خلالها في جوله على كل السوشيال ميديا الخاصه بنجوم الرياضه في مصر وفي مختلف انحاء العالم. هستنى مشاركتكم من خلال صفحاتنا على الفيسبوك، تويتر، انستغرام دي ام سي سبورتس تي في، وكمان تقدروا تشاركونا بارائكم من خلال هاشتاج البرنامج شجع مع شيما. اما اللي حابب يشاركنا فيديوهات وصور ورسائل صوتيه هيكون من خلال رقم الواتساب 01098470703 او من خلال الرسائل عبر صفحه القناه على فيسبوك دي ام سي سبورتس تي في. متعودين دايما يكون عندنا سؤال في حلقتنا يوميا، وسؤالنا النهارده ما هي توقعاتك لنتيجه مباراه الزمالك وحرس الحدود والمواجهه الخاصه بين محمد حلمي ومحمد صلاح بكره في كاس مصر؟ هستنى اجاباتكم على رقم الاس ام اس الخاص بالبرنامج 93177 او من خلال صفحتنا على الفيسبوك دي ام سي سبورتس تي في. وكمان تقدروا طبعا تشاركونا باجاباتكم عن طريق هاشتاج البرنامج شجع مع شيما على تويتر. وقبل ما نبدا اول فقراتنا، تابعوا معانا النهارده في تايم اوت. جماهير الزمالك بتشيد بتألق حسام باولو من ساعة ما ظهر مع القلعة البيضاء. هدف مصطفى فتحي الرائع في النصر للتعدين يتصدر تويتر. وتريزيجيه بيخطف الأضواء في السوشيال ميديا بعد انتقاله لليفربول على إيد المهندس فرج عامر. هنبدأ فقرة توب هاشتاج النهارده مع نادي الزمالك واللي حقق فوز سهل على النصر للتعدين 2-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن مباريات الأسبوع العشرين للدوري الممتاز. سجل الهدفين مصطفى فتحي وحسام باولو عشان يرفع الزمالك رصيده ال 40 نقطة من 18 مباراة في الوقت اللي اتجمد فيه رصيد النصر للتعدين عند 10 نقط. وشهدت المباراة عودة شيكابالا بعد ما تم طبعا استبعاده من مباريات الفريق منذ لقاء كأس السوبر قصاد النادي الأهلي، مرورا بمباراتين في الدوري ومباراة في كأس مصر. كمان شهدت المباراة تألق حسام باولو اللي سجل هدفين في المباراة، واحد اتلغى والتاني اتحسب، عشان يرفع باولو رصيده من الأهداف لهدفين في 3 مباريات لعبهم مع الزمالك في الدوري والكاس. جمهور الزمالك على السوشيال ميديا وجه إشادة كتير جدا لحسام باولو وتوقعه انه هيكون هداف الزمالك في المرحلة اللي جاية. وهنبتدي مع عادل اللي كتب: حسام باولو ماتشين بجولين، عندنا لعيبة بقالها سنة بتلعب وما دخلتش غير جولين. اما محمد ناصر فكتب: حسام باولو من ايام الداخلية وانا كنت بتمنى ان يجي الزمالك، لانه ببساطة رغم كبر سنه الا انه راجل وبيتعب، عشان كده ربنا بيديله زيه زي طارق حامد. كمان عمرو محمد قال: حسام باولو هيرخم على باسم مرسي الفترة اللي جاية دي وهيخليه يطلع سواريز اللي جواه. أما حساب موقع في الجول على تويتر فكتب: حسام باولو دائما ما يقدم الإضافة، متى شارك مع الزمالك مباراة الإنتاج الحربي سجل هدف، الأولمبي صنع هدف، والنصر للتعدين سجل هدف. نجم نادي الزمالك السابق هيثم فاروق كتب على حسابه بتويتر: حسام باولو لكل مجتهد نصيب يا ابني. آية راحت لحتة تانية وقالت: مع ان الماتش خلص لكن حابة اقول بس ان حسام باولو هو املنا الوحيد في التخلص من احمد جعفر، وافتكروا كلامي. واخيرا محمود قال: انا بحس ان حسام باولو ده نسخة جديدة من ايمن منصور. طبعا حسام باولو ما كانش لوحده اللي استحوذ على اشادات جمهور نادي الزمالك على السوشيال ميديا، لكن دخل معاه مصطفى فتحي اللي احرز هدف رائع كالعاده. وهنبتدي مع محمد البنا اللي كتب: مصطفى فتحي ما بيعرفش يجيب جول عادي، لازم حوار. كمان احمد صلاح الدين كتب: مصطفى فتحي عمره ما جاب جول وحش، موهبه غير عاديه. اما الاء عمر فقالت: الكره الحلوه من لاعب بحبه بيكون ليها فرحه تانية، مصطفى فتحي منهم، وعشان كده بتمنى عكس ناس كتير اني اشوفه بيلعب بره مصر. واخيرا اسامه كتب: انا مقتنع ان مصطفى فتحي ده لو كان جسمه مساعده ولما بيبقى مركز ممكن يطلع من التلفزيون يرقص اللي بيتفرجوا في البيوت ويدخل يكمل الماتش. ومن نادي الزمالك نروح للهاشتاج اللي كسر الدنيا خلال اليومين اللي فاتوا، هو هاشتاج تريزيجيه، وده بعد الخبر اللي فاجئنا بيه المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه، واللي كتب على صفحته الشخصيه ان محمود حسن تريزيجيه لاعب اندرلخت البلجيكي والمعار لصفوف موسكرن البلجيكي هينتقل رسميا لصفوف ليفربول الانجليزي. الغريب ان وكيل تريزيجيه نفى كلام المهندس فرج عامر وقال ان ما فيش اي مفاوضات من ليفربول لتريزيجيه، وقال كمان انه ما يعرفش مصدر المعلومه اللي كتبها فرج عامر. وبغض النظر عن صحه
كانت الخبر من عدمه، لكنه طبعا أكيد خطف الأضواء على السوشيال ميديا وأثار جدل كبير بين الجماهير على تويتر لحد وقتنا الحالي. وطبعا البعض احتفل وكانت زيطة في اليومين اللي فاتوا دول. وهنبتدي مع محمود سيد اللي كتب: يعني أقفل نص ساعة أرجع على تريزيجيه في ليفربول، يا ألف نهار أبيض والله. أما حسن فهمي فكتب: رسميا تريزيجيه في ليفربول الموسم اللي جاي، الليفر مش هيصير لوحده بعد كده، مصر كلها هتصير معاه. أما جمال فقال: قريت خبر ان تريزيجيه ممكن يروح ليفربول في الصيف ده، لو الخبر ده اتحقق وراح ان شاء الله في الغالب هيكون احلى خبر في 2017. ونروح لحسونة اللي علق وقال: مصر كلها بقت بتتكلم على تريزيجيه من قبل ما يطلع خبر مؤكد انه رايح ليفربول اساسا، امال لما يروح هتعملوا ايه؟ رد محمد عادل ووجه رساله ليورجن كلوب مدرب الليفر وقال له: طلع كوتينيو ونزل تريزيجيه. اما كريم كان ليه راي تاني وكتب: انا بشفق على مشجعين ليفربول، لو تريزيجيه راح ليفربول انتوا هتشوفوا زيطة عمركم ما شفتوها قبل كده في حياتكم كمشجعين. فطومة كتبت: بلاش زيطة على موضوع تريزيجيه، ما فيش اي حاجه رسميه ولسه بدري على الميركاتو، اهدوا كده وادعوا له ربنا يسهل له ويكمل له خطواته على خير. ونروح لعشري اللي قال: مش هعمل لايك لبيج ليفربول غير لما اشوف تريزيجيه متصور بالتيشيرت، معلش صلاح دوخنا وراه في كل بيدجات الانديه. كمان جماهير الاهلي عملت شير لفيديو لاهداف تريزيجيه مع اندرلخت البلجيكي قبل اعارته لموسكرن، احتفالا بالخبر اللي نقله فرج عامر بانه هينتقل لليفربول. قصاد الزيطة اللي حصلت على خبر انتقال تريزيجيه للريتس، رابطة مشجعي فريق ليفربول في مصر نشرت بيان على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، وقالوا خلاله ان هم تواصلوا مع العديد من الصحفيين الانجليز والمتخصصين في تغطية اخبار ليفربول، ونفوا كلهم اخبار اهتمام الليفر بضم تريزيجيه. وكمان اكد البيان ان ادارة الريتس وكشافي النادي قالوا طبعا على الاسامي المرشحة لتدعيم صفوف الريتس في الوقت الحالي او الوقت المقبل ان شاء الله، لكن للاسف ما كانش فيه بينهم اسم تريزيجيه. ودي كانت فقرتنا النهارده في توب هاشتاج، لكن لسه مكملين معاكم فقرتنا في تايم.
رجعنا سريعا وهنروح دلوقتي لفقره هاشتاج النجوم اللي هنتابع فيها اهم اللي نشر نجوم الرياضه في العالم على حساباتهم الرسميه على مواقع السوشيال ميديا. وما تنسوش هستنى مشاركتكم من خلال صفحتنا على الفيسبوك تويتر انستغرام دي ام سي سبورتس تي في، وكمان تقدروا تشاركونا بارائكم من خلال هاشتاج البرنامج شجع مع شيما. اما اللي حابب يشاركنا فيديوهات وصور ورسائل صوتيه هيكون من خلال رقم الواتساب 0109847003 او من خلال الرسائل عبر صفحه القناه على الفيسبوك دي ام سي سبورتس تي في. وهنبدا فقره هاشتاج النجوم النهارده مع حساب نادي الزمالك على الانستغرام، واللي نشر صوره لقائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا بتجمعه مع مشجعه النادي زهره واللي بتعاني من مرض السرطان، واللي كان في استقبالها في النادي بعض نجوم الفريق كنوع من الدعم ليها، طبعا بندعي لها بالشفاء العاجل. ونروح للتونسي علي معلول لاعب النادي الاهلي اللي نشر صوره للجائزه اللي حصل عليها كافضل لاعب في تونس لعام 2016 من وكاله تونس افريقيا للانباء، ودي الصوره اللي جمعت اكتر من 18000 لايك. كمان النجم محمود عبد المنعم كهربا المحترف في صفوف اتحاد جده السعودي نشر صوره بتجمعه بالفنان محمد حمائي بعد ما لعبوا ماتش خماسي مع بعض، واهدى له كهربا تيشرت اتحاد جده وكتب له طلعت لعيب جامد يا حمائي بس شد حيلك عشان تكسبني المره الجايه. والبوركيني محمد كوفي لاعب فريق الاتفاق السعودي ولاعب الزمالك السابق نشر فيديو لمجموعه من المشجعين الصغيرين لنادي الاتفاق وهم بيحيوه، وظهر كوفي في الفيديو وهو فرحان جدا بتحيه الجماهير. وواضح كده ان الفراغ قاتل كوفي في السعوديه، لانه بعد ما نشر الفيديو ده وكان فرحان جدا بتحيه الجمهور ليه روح ونزل فيديو تاني وقال فيه انه زعلان. شوف عشي انا زعلان ام انجري. شوف عشي انا زعلان ام انجري. فراغ وحش برضه. ولسه في السعوديه ونروح لنجم النادي الاهلي والاسماعيلي السابق شريف حازم والمحترف في صفوف الوحده السعودي، واللي نشر صوره ليه على حسابه الشخصي على الانستغرام في مباراه الوحده وكتب ستاي اون تراك. شريف حازم شارك في 3 مباريات مع الوحده كاساسي بمعدل 270 دقيقه قصاد الفيصلي والنصر والاتفاق. كمان تم اختيار شريف حازم ضمن التشكيل المثالي للجولة 19 من الدوري السعودي واللي فاز فيها الوحدة على الاتفاق 2-1، ودي المباراة اللي هنشوف أهدافها مع بعض. مختار والكسار، مختار والكسار ومختار يضرب الوحدة، يضرب الوحدة بالأول، صاروخ يمين الكسار ويسجل الأول لصالح الوحدة. في مقارعة عادل عبد الرحمن أسباني أمام مصري، وهذه الكرة القصيرة إخوان بيلعبها علي للكويكبي، ولكن العراف يغلط، يغلط العراف، يغلط العراف، وهي الإعادة. كان كوفي هو اللي متسلل، كان كوفي هو اللي متسلل، لكن طلع العراف اعترض، وهنا الكرة العرضية ومختار الثاني، مختار فلات، يرجع الوحدة بهدف ثاني، يسجل الوحدة هدف ثاني، ومختار فلاتة من أي حدة، من أي حدة، مختار فلاتة موجود، مختار فلاتة موجود، وهذه الانطلاقة اللي موجودة من اليمين، هذه الكورة البينية الحلوة من مجدي، هرب المرة دي أدولفو ليما، عدى ليما، مر ليما بشماله، عدى، لعب الكورة عرضية باليمين ومختار فلاتة. وبينضم لنا عبر الهاتف من السعوديه نجم الاهلي والاسماعيلي السابق شريف حازم. مساء الخير عليك. مساء الخير يا سيما، منورني في تايم اوت، وطبعا في البدايه بهنيك على المستوى الرائع المتميز اللي بتقدمه مع الوحده السعودي، وبارك لك طبعا على انك في النادي الوحده السعودي وعلى المستوى الرائع، وطبعا على اختيارك في الاسبوع ال 19 في التشكيل المثالي للدوري السعودي. عايز اعرف بقى ازاي تاقلمت سريعا في السعوديه. أول حاجة شكرا طبعا على الكلام ده، ده أول حاجة. ثاني حاجة الحمد لله، يعني مرحلة طبعا مهمة في حياتي، يعني خطوة كويسة لما الدوري السعودي دوري قوي جدا، أكيد دوري الناس كلها بتتابعه، ودوري فيه إن شاء الله إمكانيات ولاعيبة محترفة على مستوى عالي جدا. وأكيد طبعا من هنا برضو أحب أشكر كابتن عادل عبد الرحمن مدرب بتاعي ومدرب مصري، وده فرق معايا جدا. اكيد انت عارفه برضو المدرب لما يكون مصري، احنا عارفه المصريين شويه عندهم احنا شعب بيحسوا بالغربه بسرعه شويه، فمحتاج حد يعني يبقى معاك، فالراجل ده فرق معايا جدا جدا. طب عايزك تكلمنا عن كواليس انتقالك للوحده السعودي، جت ازاي؟
والله جت هي بصي، هو الاول كان عندي كان في حاجه اللي هو الاتفاق، كان جريده مع الاتفاق، كان كلمني في اول ما مسك، لكن الموضوع ما عرفناش يعني ما عرفناش نخلصه من النادي. فبعدها كابتن عادل كلمني وكلم النادي، فالاول كان واقف شويه، وبعد كده لقيت سبحان الله يعني الموضوع بقى اتحرك ومشي عن موضوع الاتفاق، وخلاص خلصوا مع بعض الاسماعيلي واعاره يعني والوحده السعودي وسافرت. بس الموضوع جه من هنا يعني. شريف، في نيه انك ترجع على الاسماعيلي مره تانية، ولا لو الامور مستقره عندك في السعوديه هتكمل هناك؟ بص، اول حاجه انا الاسماعيلي نادي كبير جدا طبعا، وانا من هنا برضو احب اشكر نادي الاسماعيلي جدا وكل الناس اللي في النادي، اللي ساعدتني ان انا لما جالي حاجه ما وقفوش في الطريق يعني. سواء رجعت او كملت دي حاجه بتاعت ربنا مش بتاعتي، لكن انا بالنسبه لي ان شاء الله انا نفسي ان انا اكمل واكمل في يعني الواحده نادي محترم جدا وكل حاجه، بس طموحي ان شاء الله ان انا يعني انتقل لحاجه اكبر شويه في السعوديه او بره السعوديه. يعني انا طموحي ان انا ما ارجعش مصر دلوقتي خالص صراحه يعني. فربنا يسهل، ربنا يسهل ان شاء الله. شريف، حاطط المنتخب الوطني كهدف ليك في الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ اكيد، ما فيش حد، انا مصري، واكيد اي لعيب مصري بيحلم ان هو يبقى منتخب بلده، وخصوصا ان هو انا الحمد لله رحت منتخب اكتر من مره مع كابتن حسن شحاته، ورحت مع كوبر، رحت معاه وانا في الاهلي. فاكيد لا يعني الموضوع بالنسبه لي اولا مش بعيد ومش صعب، وخصوصا هقول لك حاجه، كل واحد كل بني ادم برضه على قد طموحه يعني. انا بشوف كده، بشوف ان هي في الاخر الموضوع لازم يبقى انت عندك طموح. انا عندي طموح ان انا اكون موجود في روسيا ان شاء الله، وهبقى موجود في روسيا ان شاء الله ان شاء الله، ربنا واثق في امكانياتي وان شاء الله خير باذن الله. انت معاك بقى هناك كهربا وكوفي واحمد مجدي، قول لي عاملين ايه مع بعض هناك، بتتقابلوا؟ معايا احمد مجدي طبعا، متقابل كل يوم لانه معايا في نفس النادي، والكوفي قابلته قريب كنا بنلاعبهم. بس الفكره ان كل واحد في كهربا في جده وانا في مكه، وكوفي في الدمام، فكل واحد فينا في بلد بعيد عن بعض شويه. انت عارفه السعوديه برضو البلاد السعوديه كبيره قوي، فالبلاد كلها التحركات بتبقى بالطياره بعيد عن بعض. جده ممكن قريبه شويه بالعربيه، ممكن ساعه ولا 50 دقيقه، لكن كهربا كان في اجازه في مصر ولسه راجع. اكيد طبعا هنتقابل طبعا، وعبد الشافي كمان، فاكيد لا هنتقابل ان شاء الله باذن الله. قبل ما تروح السعوديه كان كل المصريين بيشبهوك هنا براموس، حد اخذ باله هناك في السعوديه؟ والله وانا داخل المطار يا عزيزي، وانا داخل المطار وانت داخله بتفتحي الباسبور بتاعك، فانا واقف شويه عند يعني واحد داخلين يعني، فواقفين كده في لاين، فهم خدونا عشان يسهلوا لنا الامور يعني. فالراجل لقيته واحد مره واقف كده، فقعد بقى يبص لي، فاهم، لقيته جاي يتكلم معايا، ما اعرفش ازاي هو، ما اعرفش بقى جت معاه مثلا، فقلت له اكيد راموس بيعمل عمر يعني، اكيد ما فيهاش يعني. فاهم، قعدنا نضحك يعني. فلا في كتير طبعا، هم هنا الفريق كله بيقول لي راموس، وبصراحه ناس محترمه جدا، وشعب السعوديه شعب طيب جدا، وبيحبوا مصر جدا. فبجد يعني الواحد ممكن انت قبل ما بتتعاملي مع الناس بتبقي واخده فكره، بحيث لا الناس فعلا شعب السعوديه ومصر علاقاتهم كويسه قوي ببعض، وانا مبسوط ان انا موجود هنا الحمد لله. نورتنا يا راموس في تايم اوت، وشكرا طبعا لوجودك معنا، وبالتوفيق باذن الله في مشوارك الاحترافي في السعوديه. ومكملين معاكم فقرتنا، فقره توب هاشتاج او هاشتاج النجوم، وهنروح لمحمد النني لاعب الارسنال الانجليزي، واللي نشر صوره على حسابه الشخصي على الانستغرام وبيقول الحمد لله على كل شيء، وده بسبب اصابته بتهتك في اربطه الكاحل، واللي بتبعده عن صفوف الفريق اللندني لمده بتتراوح بين الثلاث لاربع اسابيع. ومن النني نروح لاحمد ناصر، مدافع نادي الزمالك والاتحاد السابق، واللي اتشيرت صوره ليه من المانيا على صفحات السوشيال ميديا بعد ما قرب ناصر من التوقيع لنورنبرغ الالماني بعد تعافيه من الاصابه اللي جات له طبعا السنه اللي فاتت. وخضع ناصر لفتره معايشه استمرت لمده اسبوعين مع الفريق تحت قياده ميشيل كولنر مدرب الفريق الثاني في نورنبرغ، وطبعا احنا بنتمنى له كل التوفيق. حساب البريمير ليج على الانستغرام نشر صوره للاعب تشيلسي ساسك فابريجاز، واللي احتفل امبارح بمباراته ال 300 في الدوري الانجليزي، واللي قدر يسجل خلالها هدف ويصنع هدف ويقود تشيلسي للفوز 3-1 ويحصل على جائزه رجل المباراه. كمان حساب البريمير ليج نشر صوره لاسطوره تشيلسي فرانك لامبرد، واللي تم تكريمه من النادي اللنداني بين الشوطين المباراه قدام سوانزي سيتي بعد مجهوداته الكبيره مع الفريق. وبمناسبه تكريم لامبرد، عشاق البلوزه عملوا شير لفيديو لمجموعه من اجمل اهداف لامبرد الحائز على لقب الهداف التاريخي لتشيلسي برصيد 202 هدف.
والنجم الالماني الكاي جاندوجان لاعب فريق المان سيتي نشر صوره ليه في مسجد الشيخ زايد في ابو ظبي، وده طبعا اثناء معسكر فريق المان سيتي في دوله الامارات، ودي الصوره اللي جمعت اكثر من 39 الف لايك. وقناه نادي ريال مدريد الاسباني نشرت فيديو لاول اهداف جاريث بيل مع الفريق المدريدي في موسم 2013-2014 واللي كانت في مرمى فريق فياريال، وده طبعا بمناسبه مباراه ريال مدريد وفياريال النهارده في الدوري الاسباني. Smalling and Oscar De Marcos gets it past David De Gea. What a night for Athletic Club. Surely they're knocking Manchester United out of the competition. والنجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب اليوفنتوس نشر صورة جماعية للفريق وهو بيحيي الجماهير بعد الفوز على أمبولي 2-0 والمحافظة على صدارة الكالتشو برصيد 66 نقطة، وعشان يستمر في فوزه على أرضه للمرة 30 على التوالي في مختلف البطولات. والنجم البرازيلي دانييل ألفيتش لاعب فريق اليوفنتوس الإيطالي نشر فيديو هو بيغني كالعادة، بس المرة دي كان لابس الباسكت في دماغه. والنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ نشر صورة ليه مع مراته انا ليفاندوفسكي وهو ماسك كورة مباراة هامبورغ واللي قدر ليفا خلالها انه يسجل هاتريك ويقود البايرن للفوز بنتيجة 8-0 ويواصل تصدره للدوري الالماني برصيد 53 نقطة. وبمناسبة النتيجة الكبيرة دي حساب فوتبول ميميسينيستا نشر صورة لحال مشجعي الارسنال بعد ما عرف النتيجة، وده قبل مباراة الارسنال وبايرن ميونخ في لقاء العودة في دور ال 16 لدوري ابطال اوروبا. كمان حساب فوتبول ميمي سينيستا نشر فيديو لضربة جزاء ضيعة وكتب على الفيديو عمل جماعي عظيم من الدفاع وحارس المرمى. دي كانت نهاية فقرتنا هاشتاج النجوم، لكن لسه مكملين معاكم فقرتنا في تايم اوت، وبعد الفاصل هنشوف مع بعض فقرة الفوتنج بتاعتنا النهاردة واللي بطلها السد العالي عصام الحضري. رجعنا تاني وهنروح مع بعض للفقرة التالتة في برنامجنا النهاردة وهي فقرة الفوتنج، والموضوع اللي طرحناه للتصويت النهاردة انت مع ولا ضد عودة الحضري لاختتام مشواره في النادي الاهلي تقديرا لتألقه في بطولة أمم أفريقيا. طبعا كلنا عارفين ان برغم الانجازات المتعددة اللي بيحققها عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي وادي دجلة، سواء في الدوري المصري كأكبر حارس في تاريخ الكرة المصرية او كأكبر لاعب في تاريخ القارة الافريقية خلال مشاركته مع الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا 2017 في الجابون، لكن في حلم صعب بالنسبة للحضري وهو العودة للنادي الأهلي بعد ما خرج منه على خلفية هروبه للاحتراف في سيون السويسري. ومع كل تألق الحضري في أي مناسبة بيطلع علينا بتصريحاته اللي بيطالب فيها بالعفو من جماهير النادي الأهلي وإدارته والعودة لحماية عرين القلعة الحمراء، خصوصا وأن الحضري ما حسش بالراحة في الأندية اللي لعب فيها. رغبات الحضري اصطدمت بتصريحات لبعض مسؤولي النادي الأهلي أن أمر
رجوعه لم ولن يطرح، وان الاهلي بيمر بحاله ثبات خصوصا في حراسه المرمى، وما فيش اي تفاصيل لهذا الحدث ولم تتم مناقشته. طبعا ده خلى الموضوع خارج الصوره تماما، وده الامر اللي اصاب الحضري بصدمه كبيره جدا خصوصا بعد تالقه في امم افريقيا في الجابون. احنا في برنامجنا النهاردة عملنا تصويت على صفحتنا دي ام سي سبورتس تي في على تويتر، وسألنا وقلنا انت مع ولا ضد عودة الحضري لاختتام مشواره في النادي الاهلي تقديرا لتألقه في بطولة امم افريقيا. وكانت النتيجة زي ما واضح قدامكم على الشاشة، 35% مع عودة الحضري للنادي الاهلي و65% ضد عودة الحضري للنادي الاهلي. واضح كده من النسب دي ان اغلب جمهور النادي الاهلي على السوشيال ميديا رافض فكرة عودة الحضري للنادي الاهلي، وبيعتبر ان عودته ضد مبادئ النادي الاهلي. ده كان راي جمهور السوشيال ميديا. تعالوا نروح نشوف مع بعض راي الناس في الشارع ونرجع نكمل معاكم مره ثانيه. هو لازم له يختم مشواره فيه، عشان حتى الدعوه بتاعت والدته ان هي كانت عايزاه يرجع كمان للاهلي، بس فيكون معاهم يعني باذن الله لازم يرجع عصام. اكيد هو اي نعم النادي الاهلي ما بيرجعش اللي بيمشي منه، بس يعني يا ريت نتمنى يعني من الجهاز انه يرجعه. انا رايي انه يرجع حتى لو شرفيه. شرفيه ليه يعني؟ عشان اللاعب ده ادى لمصر كتير قوي. يعني عمل حاجات اللي هو يستحق ان هو من جواه عايز يرجع الاهلي، حتى لو شرفيه يقعد شويه، وهو اصلا عصام بيفكر ينهي طريقه قريب يعني. لا والله هو ممكن يرجع تاني، يعني هو ممكن يرجع تاني، واخد بالك برضه عادي هو لان الاهلي طبعا واخد بالك برضه عصام الحضري مهما كان بتاع الاهلي، وهو برضه واخد بالك ما يقدرش برضه يستغنى عن الاهلي، حتى مهما عمل برضه مصيره هيرجع برضه الاهلي. عصام الحضري مش وحش، عصام الحضري يعتبر بتاع افريقيا وبطل افريقيا واخد بالك كذا سنه، وهو من زمان وهو واخد بالك مع الاهلي. هو يرجع طبعا، لازم يرجع يعني. حارس احسن حارس مرمى في افريقيا 2006 2008 2010 و2017، ازاي ما ينفعش يرجع النادي؟ لازم يرجع طبعا. لا بص، هو الحضري ساب النادي الاهلي في وقت كان النادي الاهلي محتاجه فيه جامد جدا. لا شك ان هو حارس مرمى كبير وحارس مرمى عظيم، ويعني ولعب لمصر ماتشات كبيره جدا، وانقذ مصر في حاجات كتيره جدا، وانقذ مصر النادي الاهلي في حاجات كتيره جدا، وعمل بطولات في النادي الاهلي وعمل بطولات لمصر. لكن النادي الاهلي عنده مبادئ اصلا ما بتتجزاش وما بتتغيرش، يعني ما افتكرش ان النادي الاهلي هيرجعه. عصام الحضري جون كبير، بس انا مش مع عصام يرجع النادي الاهلي، لان يسيب النادي الاهلي في الاول ما ينفعش يرجع للنادي الاهلي تاني بمزاجه، لان النادي الاهلي نادي كبير باسمه، كيان مش بيوقف على لاعب واحد بس. ده بغض النظر ان عصام جون كبير طبعا جدا. انا شايف ان هو تكريما ليه وتاريخه تمام، هو الراجل عايز يرجع النادي الاهلي تمام، والنادي الاهلي ماشي اوكي ليه، قيم بيبقى ماشي عليها، بس كل حاجه بيبقى لها استثناءات خصوصا مع حاله زي الحضري. والله كابتن عصام لازم يعرف ان هو ما بقاش محسوب على نادي، بقى محسوب على مصر، فهو المفروض يسيبه من موضوع انتقاله للنادي الاهلي او رجوعه للنادي الاهلي، ويعرف ان هو زي حسام حسن، حسام حسن محسوب على مصر، عصام الحضري كمان محسوب على مصر، المفروض يسيبه من الموضوع دوت يعني. خبره طبعا افريقيه ومستواه طبعا في الطالع، رغم ان هو 45 سنه بس ايه مستوى ما شاء الله يعني، شرف مصر يعني حقيقه يعني. وبعدين هو طبعا يرجع ايه، المفروض يرجع للنادي الاهلي البيت الاصلي يعني اللي كان فيه، اللي هو مربيه واللي هو وصله للمستوى ده. انا اتمنى اللي هو يرجع تاني يعني، هو عمل اسم يعني، النادي الاهلي عمل له اسم كبير، وانا شايف يعني اللي هو باذن الله يعني يخدم حياته في النادي الاهلي يعني، اتمنى يعني. هو بصراحه دي زي تكريم ليه، لازم هو يرجع النادي الاهلي، المفروض من مسؤولين النادي الاهلي يرجعوه، ده من رايي بصراحه، ده اقل تكريم المفروض اللي اصلا البلد تقدمه له. اختمام في الاهلي؟ لا طبعا، النادي الاهلي نادي المبادئ طبعا، ازاي يرجع الحضري؟ فيما انا اتمناه يعتبر حساب الحضري يعني ان هو ينهي في النادي الاهلي، انا بتمناها، بس النادي الاهلي يعتبر ان هو مش هيمضي له اساسا. لا ما اعتقدش. صالح سليم قال لك اللي يخرج من بوابه النادي الاهلي ما يخشش تاني، بس يعني عصام الحضري يعني ساعد الاهلي كتير يعني، خدوه من نادي دمياط، وكانت مسيرته مشرفه جدا مع الاهلي، وكان ليه يعني مسيره مشرفه جدا مع المنتخب، حتى في كاس الامم الافريقيه اللي فات ده، مع انه اكبر لاعب سنا ادى بشكل كويس جدا، يعتبر هو فعلا كان يستاهل ان هو قاعد بقى احسن حارس مرمى في البطوله، وده اقل حاجه ممكن النادي الاهلي يعملها معاه. والله انا شايف ان عصام الحضري المفروض ان هو يعتزل حتى في النادي الاهلي، ده على الاقل شيء النادي الاهلي يقدر يقدمه له، ان هو المفروض يرجع الاهلي ويختم مع الاهلي.
مشواره، لأنه هو بدأ مع الأهلي ولازم ينهي مع الأهلي. ولسه مكملين معاكم فقرة الفوتينج، وهل أنت مع ولا ضد عودة عصام الحضري لاختتام مسيرته الكروية داخل النادي الأهلي كتكريم لي ولا لا؟ وبينضم لنا عبر الهاتف الأستاذ محمد أبو الخير مدير تحرير الأهرام للقسم الرياضي. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير والحمد لله على السلامة. الله يسلمك، منورنا في تايم أوت. وخليني كده في البداية أسألك رأيك إيه، هل أنت مع ولا ضد عودة عصام الحضري لحماية عرين القلعة الحمراء كتكريم لي في اختتام مسيرته الكروية، ولا شايف إن ده هيكون مخالف لمبادئ النادي الأهلي؟ اولا يعني خلينا نتفق بانه المبادئ والتقاليد والقيم هي موجوده عند اي انسان سوي، موجوده عند اي رئيس نادي سوي، موجوده عند اي نادي بيحقق بطولات وبيشارك في تدعيم المنتخبات الوطنيه ويشارك في تلاحم القضايا التي يتعرض لها الوطن. هذه هي القيم والتقاليد، لا يمكن ان احنا نفصل ونقول ان القيم والتقاليد في شخص مثلا محمد ابو الخير او شيما او عظيمه او ايا كان الشخص او المسمى، هذه كلها يعني مبادئ لا يمكن تجزئها. لكن فكرة انه انت مع او ضد العصام الحضري، السؤال صعب جدا، لانه يجب ان احنا اولا نحن نعترف بقيمة عصام الحضري. وانا بقول انه عصام الحضري هو اللاعب المصري الوحيد في هذا الزمان وهذا المكان ان نقدر نقول عليه الاسطورة، لكن لا يجب ان احنا نطلق على اي لاعب مهما كان انجازاته مع النادي بتاعه انه نقول عليه اسطورة. الاسطورة الحقيقية هو ما قام به عصام الحضري سواء مع المنتخب او مع الاندية اللي شارك فيها او مع النادي الأهلي. وبالتالي نعم عصام الحضري التكوين بتاع النفسي لعصام الحضري انه الأهلي هو بيمثل له جزء مهم جدا من كيانه. الأهلي ساعده في اظهار موهبته وساعده في انتشاره وشهرته، وهذا شيء طبيعي جدا. وبالتالي في على الـ على الـ على الـ على على الزاويه الاخرى، عصام الحضري افاد النادي الأهلي في تحقيق بطولات. وعايز اقول لك يا استاذه شيما، فكره ان عصام الحضري يبقى اساسي لغالبيه البطولات اللي حصل عليها النادي الاهلي او المنتخب، هذه ليست مجامله لعصام، ولا يمكن انها تكون بظرف استثنائي، ولكنها نتيجه جهد وتعب وشقاء كبير جدا لهذا الاسطوره عصام الحضري. وبالتالي هناك خطا ارتكبه عصام الحضري ونحن نعترف بذلك، لكن في النهايه هو لاعب، وما يعني ما يربط العلاقه ما بين النادي واللاعب هو بمثابه كونتراته بيبقى موجود، زي ما حضرتك مذيعه ناجحه النهارده ببرنامج ناجح ومخرج ناجح ومؤدين ناجحين. وبالتالي عصام الحضري هي نفس الحكايه، في عالم الاحتراف اذا ارتكب عصام الحضري خطا بيعاقب ماليا، بيعاقب بالايقاف. وانا بعتقد ان عصام الحضري دفع ضريبه بعده عن النادي الاهلي، وبالتالي عندما يتم طرح، انا سمعت تقرير هايل قوي بتاعكم وبحييك عليه، انه وبمنتهى الشفافيه ومفهوش تحيز، لكن النهارده العصام الحضري لما وصل لهذه المكانه المرموقه من يعني من التقدير في افريقيا والعالم، وهذا السن يعني اللي هو الراجل ده بيلعب ضد الطبيعه، عندما يعني نقول انه هو لديه امنيه بالعوده للنادي الاهلي، انا شايف انه طبيعي جدا يرجع للنادي الاهلي ويكون ختام مشواره في النادي الاهلي. طب الحضري لو راح النادي الاهلي مش هيقعد 100 سنه، يعني دي الفكره كلها فكره سنتين ولا حاجه، مش اي مشكله يعني. النادي الاهلي هو يستحق الاستثناء، هو يستحق هذا الاستثناء. انا اراهن من خلال برنامجك الناجح انه يعني 50 او 60% من محبي النادي الاهلي يؤيدون فكره عوده عصام الحضري، لكن هناك دائما مزايدات دائما على يعني عندما انت بتتولي الاداره في النادي الاهلي تجد مزايدات. يعني النهارده مثلا مشكله او ازمه بورسعيد، كان في قرار مجلس الاداره بعدم قطع العلاقه او عدم اللعب تحديدا على استاد بورسعيد لمده 5 سنوات، انا شايف ان هي انتهت، وهناك القضاء العادل حكم بصرف النظر انه حكم بالاعدام، ولا هو في النهايه كلهم ولادنا. وانا يعني من خلال برنامجك انا بشاطر احزاني لكل المتوفين يعني، لكن في النهايه لابد ان هو يبقى صانع القرار لديه يعني الرغبه والتحدي ان هو يعيد وضع كان مقلوبا. عصام دفع الضريبه وكفى هذه السنوات من الحرمان، مش ممكن هيقعد يتحايل ليل نهار انا عايز ارجع النادي الاهلي. انا بقول لك كمان فكره عوده او فكره عدم عوده عصام الحضري النادي الاهلي في هذا التوقيت اللي هو فيه
يعني ازهى عصور عصام الحضري واضطرته واثرت عليه نفسيا في الفتره الاخيره. عصام الحضري مشكلته الاساسيه يا استاذه ديما انه ليس لديه ظهر يحميه، وانا بقولها بمنتهى الصراحه، ليس لديه ظهرا يحميه زي هناك. خليني اختلف مع حضرتك يعني استاذ محمد، مصر كلها وراه، مش ازاي ملوش ظهر يعني؟ يعني فكره الظهر دي نابعه من انه يعني انا شايف لو لاعب مختلف، لو لاعب غيره من لاعيبه النادي الاهلي الكبار، ما في لعيبه كتير راحت سابت النادي الاهلي في عز الاحتياج وصممت ان هي تحترف. يعني انا مش عايز اجيب اسماء عشان ما اجرحهمش لانهم كلهم اصدقاء، يعني ناس كتير جدا راحوا لكن لهم كان لهم سبورت اعلامي بيخدم على فكره وان هم يعني النادي الاهلي، وبيضغطوا على اداره النادي الاهلي عشان تترك لهم المجال ان هم يروحوا يحترفوا، وزي ما بيقولوا دايما اللي هي الموضه اللي شغاله انه عشان يامنوا مستقبلهم، مع انه النادي الاهلي اقوى مكافئات اقوى اجور موجوده في الانديه المصريه، يعني الحقيقه يعني اللهم لا حسد يعني، لكن في النهايه هناك معامله احترافيه في النادي الاهلي تقدر ان هي يعني تغني اي لاعب في سن معين ان هو يسافر وزي ما بيقولوا يكون نفسه في فرق عربيه. أكيد. وهذا حدث، لكن وزي ما انا قلت لحضرتك ان هناك ظهير اعلامي بيساندهم، وهذا الظهير نجح في انه يعني يثني اداره النادي الاهلي في السماح لهؤلاء اللعيبه ان هم يحترفوا في عز مكان النادي الاهلي بيقوم بفكره الاحلال والتجديد للفريق، والفرقه كانت في اشد الاحتياج اليهم. هذا هو المنطق يعني. لكن انا في النهايه بس عشان نقفل هذا الموضوع، انا شايف يعني من وجهه نظري انه عصام الحضري يستحق حقيقة يعني انه يستحق العودة للنادي الاهلي، يستحق ان يوضع له تمثال في مدخل النادي الاهلي في الجزيرة تحديدا، لانه مثال واضح للمصابرة والتحدي والكفاح يعني، والعصامية، راجل عصامي ابتدى نفسه بنفسه يعني. اما تتتبعي مشوار عصام الحضري يعني لا يمكن انك تتخيلي انه يصل لهذه المكانة المرموقة من المساندة والقيمة الكبيرة جدا على المستوى الانساني وعلى المستوى المساندة للمنتخب الوطني والنادي الاهلي والاندية اللي هو لعب فيها وتحقيق هذا الكم من الانجازات. طب عايزين نروح بقى لقصة تريزيجيه، اكيد حضرتك تابعت في الفترة اللي فاتت، وبعد تصريح المهندس فرج عامر عبر الحساب الخاص بيه طبعا عبر تويتر ان في عرض جاي لتريزيجيه من ليفربول، وبعد كده طلع وكيل تريزيجيه قال الكلام ده مش حقيقي ونفى الكلام ده تماما، شايف الموضوع ده ازاي؟ الحقيقة انا يعني من الناس المؤمنة جدا بال يعني ومتفائل قوي بمستقبل تريزيجيه، ولعب منضبط جدا يا استاذه ديما، واعتقد انت حضرتي بطوله الامم الافريقيه في الجابون وكنت قريبه من اللعيبه وبتتحفينا بالرسائل المهمه جدا، وشفتي قد ايه هو راجل منضبط ولاعب مهم جدا في المنتخب الوطني، احد المحاور الرئيسيه اللي بيعتمد عليهم هكتور كوبر. وكانت هناك اكثر من عرض قبل البطوله، هو الحقيقه يعني شاف ان هو ممكن يبت في العروض بعد فيما بعد الامم الافريقيه، لان زي ما انت عارفه بتبقى هناك متابعين اكثر يعني، دائرة المشاهدة بتتسع أمام اللي هم وكلاء اللعيبة ومسؤولي الأندية الأوروبية. المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة، وهو قبل ما يبقى رئيس لجنة الشباب والرياضة هو رئيس نادي سموحة السكندري، وهو له علاقات رياضية متشعبة في دول أوروبا، وبالتالي يعني أنا شخصيا أعرف كده أنه هو له علاقات قوية جدا بمسؤولي الأندية في إنجلترا ووكلاء اللعيبة. بعتقد عامر عشان يقول حاجة زي كده هو فرحان، يعني فرحان بابنه في النهايه هو مصري، كلنا بنفتخر باي لاعب مصري ان هو يحترف، لانه في النهايه احنا بنقوي المنتخب الوطني. بعتقد ان المهندس فرج عامر مش ناقص شهره ولا هو لا راجل معروف في العالم كله، وبالتالي يعني هو عشان يقول هذه المعلومه